الصورة المصغرة مهمة جدا بنسبة 60 أو 70% من الفيديو. لو أنت صانع محتوى أو بتنشئ محتوى أو عندك قناة على اليوتيوب، فالصورة المصغرة دي أهم حاجة في الفيديو. أول ما بتقع عيني على الصورة المصغرة لأي فيديو، بعد كده ببص على العنوان، ومن هنا بيجي المشاهدات وبيجي كمان الأرباح من خلال الصورة المصغرة. حرفيا الصورة المصغرة دي حاجة مهمة، لو أنت اهتميت بيها في القناة بتاعتك كلها هتلاقي القناة بتاعتك اتنقلت نقلة تانية خالص. ففي الفيديو ده هعلمك ازاي تقدر تنشئ صور مصغرة. انا في الفيديو ده مش هخليك تستخدم كانفا ولا هخليك تستخدم الفوتوشوب، انا هخليك تستخدم الذكاء الاصطناعي. يلا بينا كده نبدأ الشرح، لكن في الاول ما تنساش دعم بلايك وسبسكرايب للقناة، ويلا بينا كده هنبدأ الفيديو. اول حاجة زي ما انت شايف كده بتحول الصورة بتاعتك او اي صورة ليك او الصورة اللي انت عاوزها بصيغة بي ان جي زي ما انت شايف كده. طبعا صيغة بانج او بن جي، دلوقتي انت بتخلي الصورة مفيش خلفية وراها، بتخليها بصيغة بي ان جي. هتعمل تنزيل للصورة بتاعتك كده وتعلي الجودة على الاخر، وبعد كده بتحدد الصورة بتاعتك انت اللي هتنزلها، وبتخلي الخلفية شفافة. ركز على النقطة دي، خلي الخلفية بتاعت الصورة بتاعتك شفافة، وبعد كده اعمل تنزيل. ومن هنا احنا او مشينا في اول خطوة انك فصلت الخلفية عن الصورة بتاعتك. بعد كده بتروح عندك على اي صورة مصغرة تعجبك على اليوتيوب، اكتب عنوان الفيديو على اليوتيوب، وحر روح عندك على صور جوجل. على سبيل المثال عجبني صورة زي دي وانا عايز اعمل زيها بالظبط، فانت كل عليك بس بتروح عندك على منصة نانو بانانا، طبعا هي معروفة منصة الذكاء الاصطناعي، سجل عليها مجانية 100%، قول هنا جيت ستارتد، وبعد كده بتروح عندك على جوجل اي اي استوديو، ومن هنا بترفع الصوره اللي هي بصيغه بي ان جي وكمان الصوره المصغره بتاعتنا او اللي احنا عايزين نخليها زيها بالظبط. فانا مثلا انا عايز اخلي صورتي مكان الشخص ده، يعني مش هخليك تتعب كمان في انشاء الصوره المصغره. لقيت الشخص ده تقريبا هندي، عجبني الصوره المصغره، لقيتها جايبه ملايين مشاهدات، فكتبت هنا في جوجل ترانسليت خلي صورتي مكان الشخص ده، ورجعت تاني على نانو بانانا وقلت له هنا بيست، ومن هنا بقى بيبدا يغير الصوره بتاعتي. طبعا ممكن في الاول يعني ممكن يخرف معاك شويه، او ممكن كمان يعقد الدنيا معاك شويه، بس حاول انك تبعت له وتوضح له ان صورتك مكان الراجل ده. ممكن تيجي معاك من مره واحده وممكن تيجي معاك من مرتين، يعني مثلا هو عمل لي الصوره مصغره، رجع لي الصوره الاولانيه زي ما انت شايف كده، ومن هنا قمت انا معدل البرومبت وبرضو عمل لي نفس الطريقة، فرفعت الصورة من تاني اللي هي صورتي وكتبت البرومبت وعملتها إرسال، ومن هنا استنيت شوية. بياخد معاك تقريبا إنشاء الصورة من 10 ل 15 ثانية، ومن هنا هيطلع لي نتيجة جامدة جدا جدا ما كنتش أنا متوقعها. هنا خد معايا حوالي 15 ثانية لحد ما يجي أو تيجي تظهر الصورة زي ما أنت شايف كده. طبعا انت مستغرب ان الصورة اتشال منها الراجل ده وتحط صورتي انا بالشكل اللي قدامك ده كده. طبعا بترجع تاني على منصة كانفا. كانفا بقى هنا بقى دي ليه دور مهمة جدا، انك بتمسح الكلام اللي هو باللغة الانجليزية وبتحط كلامك انت باللغة العربية، يبقى انت كده عملت صورة مصغرة، يعني شغل كله من غير تعب. لا استخدمت فوتوشوب ولا استخدمت برامج كانفا ولا اي حاجة. دلوقتي انت تقدر تنشئ اي صورة مصغرة من خلال نانو بانانا وبطريقة مجانية. قيس بقى على كده اي صورة مصغرة تيجي في دماغك، ممكن تقدر تعمل حاجة زي كده. فدلوقتي بتروح عندك على نانو بانانا وبتمسح كل الكلام اللي باللغة الانجليزية دي، او بتمسح كل الكلام اللي هو بالانجلش. تمام، قول له هنا مسح. طبعا بتنتظر شوية لحد ما الكلام ده يتمسح، قول له مسح تاني. ونفس النظام برضو في الشريط اللي لونه احمر تحت ده، وتكتب بقى مكانها اي حاجة انت عاوزها باللغة العربية، يعني لان المحتوى بتاعي باللغة العربية فانا هخلي الكلام باللغة العربية، فانت تلاقي الموضوع بشكل احترافي اكتر في مع الذكاء الاصطناعي. زي ما انت شايف كده انت مسحت كل حاجة، اكتب بقى اللي انت عايزه. يعني انا هوريك في نهاية الفيديو شكل الصورة النهائي. طبعا في لوجو هنا الخاص ب اللي هو جوجل اي اي، ببدأ انا اروح امسحها كده بالشكل ده. تمام، وقوله هنا مسح. طبعا انا هوريك حالا الشكل النهائي للصورة علشان يعني شكلها بصراحة تحفة، وانا استخدمتها صورة مصغرة في الفيديو اللي فات. تقدر بقى تعدل في اي حاجة انت عايزها وتكتب اي حاجة في الفيديو او اي حاجة انت عايزها، ودي الشكل النهائي الخاص بالصورة المصغرة. ما تنساش تعمل حاجة مهمة جدا، انك تعمل 3 صور مصغرة، بحيث انك تروح عندك على الاختبار اللي انت شايفه قدامك ده كده في لما تيجي ترفع الفيديو، روح عندك على الاختبار ده، وبتروح عندك على الصور مصغرة فقط، وبتحمل 3 صور مصغرة واعمل اعداد الاختبار.
من هنا اليوتيوب بيستخدم الذكاء الاصطناعي، بيعرف لك افضل صورة مصغرة انت عملتها علشان تجيب مشاهدات اعلى وتحط نفسك وسط القنوات المقترحة. فالخاصية دي جميلة جدا. كذلك برضو ممكن تقارن العناوين، بس تختار اي عناوين انت عاوزها، وكمان الصورة مصغرة بالعنوان، يعني بتحطك 3 صور مصغرة و3 عناوين وتختار، او اليوتيوب بيختار لك بالذكاء الاصطناعي افضل 3 تقدر تستخدمهم علشان يتحط الفيديو بتاعك وسط القنوات المقترحة ويجيب مشاهدات اعلى ويكون الفيديو يكون جذاب جدا بحيث ان يكبر القناة بتاعتك. الميزة دي طبعا بتدفع عليها بفلوس، كانت في الاول على الفيد اي كيو ده، تمام؟ ده فيد اي كيو ده بتلاقي المنصة او الشغل ده بيتعمل فيه بفلوس، فاليوتيوب وفرها لك ببلاش علشان تقدر تستخدمها وتكبر القناة بتاعتك. حاول تستغل الحاجة زي كده في اليوتيوب. طبعا التحديثات دي المفروض كانت تنزل 2026، بس هي نزلت النهاردة او نزلت الفترة اللي فاتت. كده الشرح انتهى، اتمنى يكون الشرح عجبك. ياريت متنساش دعمني بلايك وسبسكرايب للقناة، واشوفكم في حلقة جديدة. دمتم بخير ومع السلامة.